السيد محمد مصطفى من صندوق الاستثمار الفلسطيني. مرحبا سيد محمد. أهلا بك. خبرنا شوي عن صندوق الاستثمار الفلسطيني. صندوق استثماري، شركة استثمارية، it's like a holding company. عندها محافظ مختلفة في قطاعات مختلفة. عم نحاول من خلال الصندوق إنه نحول الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد معتمد إلى حد كبير على الدولة والمساعدات إلى اقتصاد يعتمد على المبادرة والقطاع الخاص وقيادة القطاع الخاص. عندنا حاليا حوالي 800 مليون دولار in assets under management موزع على محافظ مختلفة في قطاعات مختلفة، من أهمها قطاع العقاري، قطاع السياحي، قطاع الشركات الصغيرة، الاتصالات والقطاع المالي. فهي تقريبا أهم من القطاعات شغالين فيها. بآخر كم سنة we're able to invest بشركات مهمة جدا، إن شاء الله نتحدث عنها إذا صارت الفرصة تفصيل أكثر. أكيد. طيب خلينا شوي نحكي عن الريادة بفلسطين. نعم. أجواء الريادة والرواد الفلسطينيين إلى أي حد بيختلفوا عن الرواد ببلاد عربية تانية، خاصة أنه طبعا نعرف ظروف الحياة مختلفة تماما. صحيح. شباب عايشين تحت احتلال. صحيح. الريادة في فلسطين موجودة، لكن طبعا عشان الرائد هذا يكون ناجح بتطلب جهد أكبر وصبر أطول، خلينا نقول، لكن موجودين الحمد لله. وبتعرف في أماكن مختلفة في أنحاء العالم استطاع عدد كبير من الرواد الفلسطينيين أن يبنوا مؤسسات كبيرة وناجحة. والآن لحسن الحظ كان ريبورت أنه استطعنا كمان بكم سنة الأخيرة أنه نغير الجو ونخلق فرص للشباب أنه يكونوا مبادرين ويكونوا مستثمرين ويكونوا قادرين أن يترجموا أفكارهم إلى بزنسز ناجحة لغاية الآن. طب تحكينا شوي عن برامج الإرشاد أو المنتورينج بروغرامز اللي موجودة بفلسطين طبعاً لتساعد هالشباب الرواد. يعني حالياً أغلب البرامج هذه موجودة للجامعات، الجامعات هي اللي بتقوم بهذا الدور لحد كبير، لكن نتأمل إنه كمان يكون في سنتر موحد اللي يكون بهذا الدور بشكل منسق أكثر وبيكون عنده الريسورسز أكثر اللي يكون بهذا الدور بشكل أفضل. اليوم إن شاء الله من في سيشن راح نسويه الساعة 5 حنتحدث على هذا الموضوع ونشوف شو إمكانية أن نعمل Center of Entrepreneurship للشباب الفلسطيني في فلسطين، ونتأمل أنه المشاركين يدعموا هاي الفكرة من أجل أنه فعلا يكون في عنوان للريادي في فلسطين اللي نقدم من خلاله Knowledge Sharing من ناحية مشاركة في المعرفة والخبرة، بس كمان نقدم مساعدة للبزنس المبتدئين في البزنس، مساعدة فنية أو حتى نحطهم مع مستثمرين ونرتب لهم ونسهلهم مهمتهم قدر الإمكان. نعرف طبعا أن الريادة بتعتمد كتير على القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص. صحيح. هالشي كيف علاقة القطاع الخاص بفلسطين بالريادة؟ القطاع الخاص الفلسطيني نشط جدا وريزيليانت كمان، يعني مثابرين وصابرين، لأنه زي ما قلت لك الوضع مش بس انه والله في تشالنج تبعت البزنس، كمان في تشالنج تبعت البوليتكس. فمن هاي الناحيه يعني القطاع الخاص عندنا فعلا قوي ونشط، لكن كمان عم نحاول نعمل مجموعه من الشغلات اللي تعطيه دفعه اضافيه. الشغلات اللي عملناها حديثا في صندوق الاستثمار بالشراكه مع ابراج كابيتال هو صندوق استثماري متخصص للشركات الصغيره والمتوسطه. عملنا فند جروث فند للشركات الصغيره براس مال 50 مليون دولار. صندوق الاستثمار كان أول مساهم فيه بعشر ملايين دولار. أبراج كابيتال كمان كانوا ثاني أكبر مساهم بخمسة مليون دولار. الآن بنك فلسطين كمان دخل على الخط، كمان حطوا خمسة مليون دولار. And we're working على إن شاء الله إنه to announce the first closing لهالفند خلال أسبوعين الجايات. فبنتأمل إنه هذا حيعطي دفعة قوية للمستثمرين الصغار، وبالتالي إنه يشجع مزيد من الاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني. طبعا يعني احنا بنحب نستفيد من المعلومات اللي عندك، خاصة للشباب الفلسطيني اللي عنده فكرة. نعم. وبده يبلش. نعم. شو يعمل؟ وين بيروح؟ مع مين بيحكي؟ يعني في عدة أماكن. أول شيء زي ما حكيت الصندوق الاستثمار الجديد مع أبراج، نتأمل أن يكون هذا عنوان مهم للمستثمرين. اثنين، في مجال الانفورميشن تكنولوجي في شيء انكوبيتر اسمه بيكتي
كمان مهم انه كعنوان مهم في موضوع النولج بيز سيرفيسز والاي تي اند تيليكومينيكيشنز. بالاضافه لذلك في ان هيئه تشجيع الاستثمار الفلسطينيه كمان مؤسسه رسميه وطنيه مسؤوله عن تشجيع الاستثمار، عندهم برامج لتقديم حوافز للمستثمرين العرب والاجانب في قطاعات معينه، في تاكس اكزيمشنز وفي تسهيلات اخرى. بالاضافه زي ما حكيت قبل شوي، نتامل انه المركز الجديد اللي عم نحكي عنه النيو سنتر فور انتربرينورشيب يكون كمان عنوان اخر للمستثمرين القادمين، بحيث انه يعطونا فرصه نقدم لهم اي مساعده ممكنه عشان نساعدهم في مهماتهم. هل سهل او صعب او صعب كثير للفلسطينيه يعملوا شركه بفلسطين؟ قديش سهل البروسس هاي او صعب؟ لا، البروسس مش صعب ابدا. الصعوبه جاي من الاكسترنال انفايرمنت، اذا بدك الظروف العامه صعبه شوي بوجود الاحتلال، لكن انك تشك انه الواحد ياسس شركه والخطوات سهله نسبيا والقوانين مشجعه وتحمي المستثمرين، و في اهتمام عالمي بصراحة سواء من المستثمرين الفلسطينيين الموجودين خارج فلسطين أو من المستثمرين العرب والأجانب، عندهم اهتمام خاص بتحسي في وجودهم في فلسطين، فبتلاقي أنه يعني حيلاقوا شركاء كويسين كمان لما يجوا. وهذا النموذج اللي احنا أخذناه في صندوق الاستثمار، يعني في كل استثماراتنا احنا بنحاول أن يكون فيه أنه لشركاء وخاصة من 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 المستثمرين العرب والأجانب. فحيجد المستثمر لما يجي على فلسطين تشجيع وشركاء مستعدين يكونوا يشاركوا بالريسك and hopefully كمان the reward. شو أكثر القطاعات اللي الرواد الشباب مركزين أفكارهم عليها؟ تكنولوجي؟ أكثر شيء الـ IT information technology، وهذا قطاع مهم خاصة في فلسطين، بتعرف فيه يعني موارد بشرية مهمة، خريجين جامعات بأعداد كبيرة، خبرات جيدة، فبالتالي عم نحاول إنه نستفيد من هالقاعدة الكبيرة من الطاقة البشرية والخبرات والخريجين في قطاعات اللي فيها higher value added زي قطاعات التكنولوجيا. وبالتالي فعلا عدد كبير من الشركات الجديدة والمبتدئة الستارت ابس هي فعلا في مجال التكنولوجيا. طب خبرنا هيك عن كم من success story، قصص نجاح يعني صارت بفلسطين. والآخر قصة غير موضوع الفند اللي حكينا عنه قبل شوي، البرايفت ايكويتي فند فور اساميز اللي عملناه مع ابراج كابيتال، ذا اذر اي ثينك امبورتنت ستوري اللي هي تشغيل انطلاقة شركة الجديدة للموبايل كومباني فلسطين، وطنية موبايل. بالمناسبة امبارح بدوا عملية الاكتتاب الاي بي او لجزء من اسهم الشركة. شركائنا في هذه الشركة هم شركة كيوتيل، بدأت التشغيل منذ حوالي سنة والامور ماشية بشكل ممتاز. شركة ثانية كمان مهمة جدا، أسسنا شركة إقراض عقاري حتى الناس تقدر تتملك بيوت ووحدات سكنية بأسعار معقولة وضمن شروط معقولة. فأيثينك كمان هذا بعتبرها أنا بالنسبة لي كمان قصة نجاح مهمة. وهل برأيك ظروف الحياة الصعبة اللي موجودة بفلسطين عم بتساعد على تحفيز الشباب ولا عم هبط من معنوياتهم؟ هي كان جو بوث ايذر واي بصراحه، وهذا مهمتنا، عشان هيك مهمتنا جدا مهم في ننتشل الناس اللي قربوا على مرحله الياس، نحول هالطاقه والغضب الى طاقه ايجابيه من خلال الانخراط في العمل والشغل والبزنس. فاعتقد انه شبابنا الان ماشي على الطريق الصحيح في اتجاه بناء اقتصاد قوي جديد كمرحلة أولى في اتجاه بناء الدولة المستقلة وعاصمة القدس إن شاء الله. إن شاء الله. طب هيك كلمة أخيرة بتوجهها للرواد الشباب الفلسطينيين الموجودين معنا اليوم واللي أكيد رح يشوفونا بعدين على الويب سايت. إحنا بنحب نذكرهم بأنه بالعدد الكبير من المستثمرين الرجال الأعمال الفلسطينيين اللي بدأوا من 40 و50 سنة واستطاعوا أن يشقوا طريقهم في أماكن مختلفة من العالم وحققوا نجاحات كبيرة، هدولهم الموديل تبعنا. عشان هيك بنقول لهم أنه اطلعوا دائما للمستقبل، وإحنا دائما فخورين فيهم وبإنجازاتهم. على هاي السيرة بس حابة أسألك سؤال أخير. نعم. مزبوط، بنعرف أنه في جيل كامل من الفلسطينيين اللي أبدعوا بحياتهم. نعم. وصاروا رواد عالميين. كيف الجيل هذا بيختلف عن هداك الجيل ولو انه تقريبا يعني اثنيناتهم عايشين تحت نفس الظروف؟ صحيح.
طبعا يعني العالم كله تغير خلال 40 50 سنه. اصعب هلا برايك؟ اعتقد الدروس صارت اصعب، مور كومبتيتيف بالتاكيد، فالواحد صار لازم يبذل جهد اضافي واكثر عشان يقدر ينافس، لانه الان ما عاد التعليم محصور على امه واحده او بلد واحد او شعب واحد، في منافسه عالميه وعلى مستوى المنطقه، وبالتالي مطلوب من الشباب الفلسطيني ان يبذل جهد اضافي من اجل ان يستطيع ان ينافس، خاصه وانه ظروفه اصعب كمان من المتوسط. صحيح. طيب سيد محمد مصطفى من صندوق الاستثمار الفلسطيني، شكرا كثير. شكرا لك. Thank you.